الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها متزوجة لها قرابة سنتين، تقول لكنها لم تستمر كثيرا مع زوجها فقد طلقها وهي حامل، ورجعت لبيت أهلها وولدت عندهم وجلست عندهم مدة طويلة، تقول إلى الآن، تقول الولد عمره سنة ونصف والآن الزوج يريد إرجاعها، تقول أخشى أن يكون على حاله القديم فهو كان صاحب معاص ومنها الشرب، تقول وهو يقول إنه قد تعالج منها، ولكن تقول لا أعرف كيف أتأكد من ذلك، هل أرجع له أم لا؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وأنت إنما طلقت بسبب معين وعلة معينة، فإذا كان هذا السبب أو العلة لا تزال باقية ولا تزال آثارها وقرائنها بادية على وجهه، فإنه لا ينبغي لك أن ترجع له، لأن السبب الذي من أجله حصلت الفرقة لا يزال متحققا فيه. وأما إذا تاب وصدقت توبته وظهرت منه مخايل التوبة النصوح بعد السؤال والتنقيب عن حاله من أخص خصائص زملائه ممن يجلسون معه، وبالسؤال عنه ممن يعرف حاله، وتبين لك بعد السؤال والتشديد في التنقيب والبحث عن الحقيقة أنه قد تاب التوبة الصادقة النصوح وقد ظهرت عليه مخايل التوبة الصادقة، فإن رجوعك له خير لك ولولدك إن شاء الله عز وجل، حتى تعود المياه إلى مجاريها، ويكون الرجوع بعقد جديد ومهر جديد وشروط بمهر جديد وعقد جديد، لكن لا بد أن تتأكدي أولا، فلا تحملك العاطفة له أو عاطفة الولد على أن ترجع له ما دام لا يزال يشرب الخمر، لكن متى ما تأكدت وتيقنت من الطريق المعتبر أنه قد تاب فإن رجوعك له خير من بقائك يعني خير من بقائك بدونه، فذلك زوجك الأول وأنت تعرفين حقيقته ويعرفك وهو أبو ولدك، فالولد يحتاج إلى أبيه ويحتاج إلى أمه مجتمعين في بيت واحد، لكن لا بد أن تتأكدي أولا بكثرة السؤال والتشديد في التنقيب عن البحث عن حاله أنه قد تاب التوبة الصادقة النصوح، وإذا شككت في حاله فإن الأصل هو بقاء ما كان على ما كان، فالأصل أنه لا يزال يشرب الخمر حتى تتيقني وتنتقلي عن الحالة السابقة إلى حالة جديدة بيقين، فإن ما كان متيقنا في السابق لا ينبغي الانتقال عنه إلا بيقين لاحق، والله أعلم.